في بنغلاديش استطاع منتخبنا الوطني للناشئين المشارك في بطولة آسيا للناشئين تجاوز المنتخب البوتاني بنتيجة 8 أهداف سجلت على مدار الشوطين الأول والثاني، وتجري المنافسات من 5 وحتى 9 من أكتوبر الجاري في العاصمة دكا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات اليمن، بنغلاديش، سنغافورة، بوتان. يذكر أنه وفقا لنظام التصفيات فإن 10 المنتخبات التي تتصدر المجموعات 10 والمنتخبات 5 الحائزة على أفضل مركز ثاني تتأهل إلى النهائيات الأسيوية لتنضم لمنتخب الدولة المستضيفة البحرين المقرر استضافتها للحدث العام المقبل 2023. عبد الرحمن দিয়েছেন সামনে শাহিদ আব্দুল্লাহ ভালো একটা ক্রস অপেক্ষা করছে কি আবারও নেগোসিয়েট করতে ভুল করেছেন এবং গোল